بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المناسبة ديال عيد الاستقلال كتنظم واحد المديرية ديال بنكرير واحد البطولة محلية تهيئية للإقصائيات الجهوية في مراكش. الهدف منها هو إبراز المواهب اللي كتمتاز بها المدينة ديال بنكرير. والحمد لله كما كتشوفوا دابا راه كاين خزان وكاين منتوج ديال واحد الحصيلة ديال السنين. العناصر المشاركة غاية منها هو اكتساب تجربة في مجال الطاقة والحصول على ألقاب في المستقبل اللي كنتمناو أنهم يكونوا عند حسن الظن. والحمد لله كما كتشوفوا واحد الجو أخوي مزيان، الدراري ناشطة فرحانين، كاين مسائل تقنية لا داعي للتطرق إليها. بالنسبة للمستوى مستوى لا بأس به، كاين بعض العناصر اللي هما ممتازين وخاصة ما شاء الله في مدام. كانت المشاركة كانت مشاركة عدد المشاركة شي 63 مشارك، الجمعيات كانوا 7 الجمعيات، الجمعية المنظمة جمعية التحكيمية قارة الحي المجد، تم كانت البطولة بدار الشباب بعبد القرير. احنا في صداد ان شاء الله نعود بالرياضة في بنكرير وتنبغي نوصل واحد نوصل الاخوان هو وصل الاتحاد، يعني ما اتحدناش وما جبناش دينا في يد هذه الرياضة في المنطقة راه ما ماش ما تنقصش من النهوض ديالها. ولهذا كنتمنى انا كنترجى كاع الاخوان باش يكونوا يديروا ايد في ايد ونوضوا بهذه الرياضة ان شاء الله اللي جات بنكرير ان شاء الله بحول الله. كنتمنوا جميع الجمعيات اللي مشاركين التوفيق ان شاء الله. في الحقيقة اليوم كانوا عروض جيدة جيدة اللي هما في مستوى عالي، كنتمنوا باش هذه الجمعيات هذه يتمنوا هاد الأطفال الصغار اللي هما عندهم موهبة جميلة جميلة بزاف. لأن رياضة الكاراتيه رياضة الكاراتيه هي معروفة عالميا، وكنتمنى إن شاء الله في الأخير لما جميع الأطفال والأطفال أنهم يبقوا في هذه الرياضة هذه، لأن الرياضة هي الرياضة الوحيدة اللي هي في الحقيقة يخص جميع الاباء والاباء والامهات انهم يخليوا الاطفال ديالهم في الرياضه، لان الرياضه في السن اخر احسن ما يبقاو في وقت الفراغ ديال انهم يقدروا يمشيو لشي جهه اخرى. لان الرياضه هي في الحقيقه في الاخر في الاول والاخير هي الرياضه، يعني كتبقى واحد تنافسيه ولكن في حدود منافسه شريفه وشكرا.